السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في شرح درس من دروس مادة اللغة العربية، وهو بعنوان يا شباب أحب العاملة. درس اليوم بعنوان أحب العاملة. الدرس يا شباب صفحة 128 في كتاب لغتي الجميلة. طيب، درس اليوم أحب العاملة. أولا يا شباب، الله تبارك وتعالى أمرنا بالعمل وحثنا الإسلام على العمل. قال الله تعالى: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالأنبياء كانوا يعملون، الأنبياء يا شباب كانوا يعملون، فيجب علينا أن نقتدي بهم وأن نعمل مثل ما عملوا. فأنا كمعلم عملي أن أقوم بشرح الدرس إلى الطلاب، وأنت كطالب ما عملك أن تذاكر دروسك، والطبيب عمله أن يقوم بمعالجة المرضى. تمام، فالكل يعمل يا شباب، فالكل يعمل. نفتح كتاب كده ونقرأ الدرس. يقول الكاتب: أحب من الناس العاملة. من هذا العامل؟ أحب الذي يجد شجرة واحدة فيغرس إلى جانبها شجرة ثانية. يعني هذا الرجل يسمى الفلاح، لو وجد شجرة مزروعة هو يزرع بجوارها شجرة أخرى، لأن أيضا الإسلام حثنا على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وهذا أيضا حث على العمل. أحب أيضا، أحب الرجل الذي يصنع من الأخشاب الجافة المهملة مهدا للأطفال. من هذا الرجل يا شباب الذي يصنع لنا السرير؟ من الذي يصنع لنا الشباك؟ من الذي يصنع لنا الطاولة التي نذاكر عليها؟ من هذا يا شباب؟ هذا يسمى النجار. تمام؟ يبقى أحب الرجل الذي يصنع من الأخشاب الجافة المهملة مهدا للأطفال. ومعنى مهدا يا شباب يعني سريرا صغيرا للأطفال. أو نافذة، من الذي يصنع لنا النافذة لا الشباك يا شباب؟ ها؟ هنقول النجار. أو نافذة تدخل نور الشمس. أو منضدة تسهم في تعليم طفل، يعني الأطفال دلوقتي بيذاكروا على على الطاولة. وتحب مين كمان؟ بقول أحب الرجل يبني من الصخور المنازل والمدارس. من الذي يبني يا شباب المنزل؟ ومن الذي يبني المدارس؟ ها؟ الذي يبنيها هو من؟ ها؟ مين يا شباب؟ النجار ولا البناء؟ البناء، أحسنتم. في صفحة 129: أحب الحداد. من هذا الحداد؟ الحداد الذي ما أنزل مطرقته على سندابه. السنداب يا شباب اللي هي قطعة من الحديد يضرب عليها، السنداب بتاع الحداد اللي هي قطعة من الحديد يضرب عليها. طبعا الحداد يتعب ويعرق يا شباب، وهو يشعر بالتعب في هذا العمل الشاق، في هذا العمل الشاق. أحب الخياط الذي يعمل، ماذا يصنع هذا الخياط يا شباب؟ الذي يخيط لنا الثياب، يخيط لك القميص. تمام، أحب الخياط الذي يحوك من قماش القطن، أحب الخياط الذي يحوك من قماش القطن قميصا، ومن قماش الصوف جبة. وأحب، يبقى أيضا نحب مين يا شباب؟ الخياط. هذه المهنة اشتغل بها نبي من الأنبياء. عارفين مين يا شباب من الأنبياء الذي كان خياطا؟ من عارف يا شباب؟ النبي الذي كان خياطا هو سيدنا إدريس عليه السلام. تمام كده؟ طيب. وأحب النجار الذي لا يدق مسمارا إلا ودق معه شيئا من قوته. وأحب النجار، هناك نبي أيضا من الأنبياء كان نجارا ويعمل بهذه الحرفة يا شباب. ها، حد عارف السؤال ده؟ نعم، أحسنتم. سيدنا نوح عليه السلام كان نجارا، صنع السفينة. قال الله تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا. الفلك اللي هي السفينة يا شباب. وأحب من يحول الطين إلى آنية للزيوت أو العطر. هذا يسمى يا رجل الفخار الذي يصنع من هذا الطين آنية. هذه الآنية نستخدمها للزيت أو العطر. وفي قلبي حب عميق للراعي الذي يقود قطيعه كل صباح. راعي الأغنام يا شباب طبعا بيتعب، لأن الأغنام العمل بها فيه مشقة وفيه تعب، وراعي الأغنام يحتاج إلى الصبر. ومعنى قطيع يعني مجموعة من الأغنام، مجموعة يا شباب من الأغنام.
هذا الراعي يذهب بها كل صباح إلى المروج، والمروج مكان فيه عشب، عشب يعني مكان فيه خضرة تأكل منها الايه يا شباب، ها الأغنام. يبقى القطيع مجموعة من الايه الأغنام. ومعنى المروج، المروج الخضراء هو مكان فيه عشب تأكل منه الايه يا شباب الأغنام. إلى المروج الخضراء ويورده المناهل الصافية، بعد ما الأغنام تأكل يذهب بها إلى بئر فيه مكان تشرب منه الايه الأغنام. وعندما يأتي في المساء، يعني عندما يعود الراعي في المساء بهذه الأغنام، يذهب بهذه الأغنام إلى الحظيرة لكي تجلس فيها وتشعر بالراحة والايه والطمأنينة بعد أن ذهبت في الصباح لتتناول ايه طعامها. حب أيضا من الناس العامل. من هذا العامل؟ العامل سواء كان عامل النظافة الذي في الشارع، أو العامل النظافة الذي يعمل فين في الحدائق، فهو ينظفها وينظمها من أجلنا. فهو يا شبابها ينظفها وينظمها من أجلنا. أحب العامل لأنه يعمل ويحوك لنلبس الثياب الجديدة. من هذا؟ اللي هو الخياط. أحبه لأنه يبني المنازل. من هذا؟ إنه البناء ويسكن البيوت الايه المتواضعة. هل نحب هؤلاء جميعا ولا لا؟ نعم، نحب العامل، نحب عامل النظافة، نحب راعي الأغنام، نحب أيضا الشباب النجار، نحب الايه السباك. لماذا يا شباب؟ لأنهم يخدموننا، لأنهم ايه يخدموننا، ونحن أيضا نخدمهم، ونحن ايه نخدمهم. ولذلك ربنا قال يا شباب في القرآن: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليخدم بعضكم بعضا. كل منا يحتاج إلى الايه إلى الآخر. معنى أحاديث ذات يا شباب فيها حث على العمل والنهي عن السؤال، فيها حث على الايه على العمل والنهي عن الايه عن السؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب، يعني لأن يذهب أحدكم في الصباح ويحمل على ظهره حطبا فيبيعه للناس. ما فائدة هذا يا شباب؟ ها، لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، يعني يحمل على ظهره حطبا فيتصدق به، يعني يبيعه ويستغني به من الناس، يعني يروح يحمل حطب على ظهره ويبيعه للناس، خير له من أن يسأل الناس. لأن سؤال الناس مزلة، سؤال الناس إيه مزلة. يعني مثلا أنت جيت في يوم من الأيام من البيت ورحت المدرسة ومعكش ريال، قلت لزميلك أعطيني ريال، ممكن يقول لك آه، وممكن يقول لك إيه لا. لو قال لك لا هتزعل ولا إيه؟ هتزعل ولا مش هتزعل؟ طبعا هتزعل، تمام كده. كذلك الرجل الذي لا يعمل، كذلك الرجل إيه الذي لا يعمل. تاني نقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهري فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. يبقى الحديث الأول الحث على العمل، الحث على الايه العمل. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس. رجل يجلس في بيته ولا يعمل ويذهب ليسأل الناس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزحة لحم. يا الرجل الذي يجلس في بيته ولا يعمل ويتكل على غيره ثم يخرج من بيته لا يسأل الناس، إذا فعل ذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم، مزعة لحم، يعني ليس في وجهه قطعة إيه لحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ذات يوم فوجد رجلا جالسا في غير وقت الصلاة. كل يوم يرى هذا الرجل جالس في غير وقت الصلاة، يعني مثلا قبل الظهر يجده إيه في المسجد، قبل العصر يجده إيه في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال له: من يعولك أو من يخدمك أو من الذي يأتي لك بالطعام؟ فقال الرجل فرحا مسرورا: أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك أعبد منك. أخوك إيه أعبد منك، لأن هذا الرجل جلس في المسجد ليصلي فقط، أما أخوه فذهب ليعمل ثم يصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك أعبد منك. تمام كده يا شباب، هيا بنا لنقوم بحل الأسئلة. اقرأ النص ثم أجب. المقصود بقول الكاتب: يصنع من الأخشاب المهملة مهدا لطفل. المقصود بهذه العبارة يا شباب، هل الحداد، الخياط، النجار ولا الفلاح؟ نعم النجار، أحسنتم. المقصود بقول الكاتب: يحول الطين إلى آنية، من اللي بيحول الطين إلى آنية؟ ها، النجار، الصياد ولا الخزاف ولا الراعي؟ الخزاف، أحسنتم. عدد الحرف المذكورة في النص 4، 5، 6 ولا 7؟ الإجابة 7.
المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعمل هو ايه يا شباب؟ ها، جمع الحطب ولا غرس الشجر ولا رعي الغنم ام صيد السمك؟ جمع الايه؟ الحطب. الفكرة التي تضمنها الحديث الاول هو ايه يا شباب؟ الحث على العمل. يعني ايه اللي فهمته من الحديث الاول اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله؟ هنقول الحث على العمل. الفكرة الثانية التي تضمنها الحديث الثاني يا شباب هنقول النهي عن سؤال الناس. النهي يا شباب عن سؤال الناس. اختر معاني الكلمات الصحيحة. معنى منضدة، هل كرسي ولا صبورة ولا طاولة؟ طاولة، احسنتم. يصنع من الاخشاب الجافة المهملة مهدا. معنى المهملة يعني يا شباب؟ ها، المتروكة. يحوك من قماش القطن قميصا ومن قماش الصوف جبة. ما معنى جبة يا شباب؟ هنقول معناها ثوب فضفاض يلبس فوق الثياب. يقود قطيعه كل صباح الى المروج الخضراء. معنى المروج؟ ها، هنقول الارض الايه؟ المعشبة. ويورده المناهل الصافية. ما معنى المناهل الصافية يا شباب؟ المناهل معناها موارد المياه. صل كل صورة بما يناسبه. ولكن قبل ما نجيب على السؤال ده بقول لك ايه، اتعرف على المعنى الكلمة الآتية ثم ضعها في جملة من عندك. معنى التجلد. التجلد معناها الصبر والتحمل. بيقول لك ضع هذه العبارة في جملة من عندك. ليه؟ الصبر والتحمل. هتقول الصوم يعلمنا الصبر والتحمل. صل الصورة بالكلمة المناسبة. صل ايه يا شباب؟ الصورة بالكلمة الايه؟ المناسبة. عندك المطرقة نوصلها بيها، عندك سرير بالمهد، عندك آنية نوصلها بالصورة الخاصة بها، عندك ايضا ايه السندان الخاص بالحداد نوصله بالصورة الخاصة به. صل معاني الكلمات الآتية. ما معنى يغدو؟ هنقول معنى يغدو يذهب صباحا. يعول يعني يكفل. مزعة يعني قطحة. وفي نهاية هذه الحصة أشكركم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.